قلتي أمر عادي، أمر ماهوش عادي، هدرتي على ردة فعل عادية منطقية، ما كاش نار بلا دخان، دخان بلا نار، سيدي يا با فومي سون فو، سي بالماضي عنده هاد لا رياكسيون، هاد ردة الفعل كاين حاجة، لأنه قلتي الصحفي الدور تاعو هو يجيب المعلومة وكيما كانت، ما يدخلش روحه في الأمور التكتيكية ولا يقول له يستاهل ولا لا ما جاتش فلان فلان. أنا الدور تاعي مدرب، دي شوا تكتيك، عندي اختيارات تكتيكيه، انت يا صحفي تنقل المعلومه بوان. وبالماضي ماشي من ندوه صحفيه، ديجا من لا كوب دافريك دي ناسيون، وشفت بعض الصحفيين دخلوا في امور تكتيكيه، وكان دا 4 4 2 وكان دخل فلان وكان دا بعدا وفلان. انا هذا الشيء هذا ما يعجبنيش، وانا ماشي مع بالماضي ولا ضد بالماضي ولا مع الصحفيين. كاين صحفي عنده دور تاعو، نفهموا لماذا رده الفعل هذه وتتكرر يعني. هي ردهم بلاصتهم، فات فو ترافاي، ديروا خدمتكم الصحافه وخلوني ندير خدمتي تاع مدرب. بالك لو كان نكون في بلاصتو ندير نفس لكن هذا يبرر بعد يعني تجاوز لفظ ديالنا، نقول له ما عندكش الفيزيك دان فوتبولور، كيما نقولوا دو ليمور نوار، بالك كان يضحك معاه، مي بالك جو اللي صحفيين ما فهموش ليمور تاعو. مي خلاصه القول، وانا انزعجت في الكاس الافريقيه الاخيره، وشفت بعض الصحفيين في البلاتوات، واحد 4 4 2 3 5 2، شكون انت باش تهضر على 3 5 2 4 4 2؟ هذا عندك تكوين، عندك تكوين صحافه، هضر على الصحافه، جيب المعلومه ونقلها كيما كانت، ما تدخلش في الخيارات، وما جابش بن رحمه، وعلاش ما خرجش بالليلي ويلعب نفس الجوار. يا كو لي زونترينور كي بو بارلي، يا كل المدربين. يمكن تعيد الشخص لمكانه بلا باقه بطريقه يعني، مش حتى ربما يكون خدش في شخصيه ال نتفق معاك، لاني في صحفيه وبالك قاش صحفيين مي بالماضي سي دو بالماضي، او يدير بالماضي هو هي اللي هو مديور هكذا، سي با دو لاغوغونس ولا بالماضي اللي كاش هو هكذا. قال لك اوكي تطرح سؤال منطقي، نرد لك منطقي، ما تعرفش تطرح سؤال نجاوبك على حسب سؤال تاعك. هل ممكن أن اسماعيل جليد مثلا في ندوه صحفيه توصل به الدرجه ويجيب بهذه الطريقه على سؤال مستفز؟ ما نظنش، لان بكل بساطه ما عندناش نفس التاريخ، ما عندناش نفس الشخصيه، بالك انا ما نجاوبش بهذه الطريقه هذه، لكن كما يقولوا بالدرجه تاعنا، بالك سمحوا لي العباره، يقول لك الضربو يعرف ما تضربو، سي انت جورناليست غير جورناليست. انا اوسي جيتي اتاكي لي جورناليست، ويقدر ان جورناليست يطلعك كما يقدر يحبطك. باب الماضي ما يخليهمش هذه الفرصه.